الحمد لله رب العالمين، نحمده جل وعلا ونشكره ونثني عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أما بعد، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فسورة النحل سورة عظيمة، ذكر الله جل وعلا فيها النعم التي أنعم بها على العباد، ولذا سمى طائفة من أهل العلم هذه السورة بسورة النعم. وفي أوائلها ذكر الله جل وعلا أصول النعم وأساسياتها، وفي أثنائها ذكر متمماتها. وقد ابتدأ الله جل وعلا هذه السورة باستهلال بديع، فقال: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. وبينا فيما سبق أن الأظهر أن المراد بأمر الله الذي أتى شرعه ودينه، فالأمر هنا هو الأمر الشرعي. وقوله فلا تستعجلوه، أي لا تستعجلوا النتائج المترتبة على هذا الأمر، سواء بإنزال العقوبة لمن لم يستجب له، أو بجعل النصر والتأييد لمن استجاب له. وهذه السورة عندما أوردت نعم الله أرادت أن يستدل بذلك على الله جل وعلا، لتصرف العبادة له وحده، ولا يصرف شيء من العبادات لغير الله سبحانه وتعالى. ولذا تكررت الآيات الحاثة على التوحيد والمانعة من الشرك، كما في قوله في الآية الأولى: سبحانه وتعالى عما يشركون، وكما في قوله في بيان أساس بعثة الأنبياء: أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. وذكر الله جل وعلا شيئا من الآيات العظيمة والمخلوقات الكبيرة التي وجدت في هذا الكون، فمن تلك المخلوقات السماوات التي شملت هذا الكون بكواكبه وبمجراته وبما فيه من عوالم ظاهرة وخفية. ثم ذكر الله جل وعلا خلق الإنسان وابتداء هذا الخلق من النطفة اليسيرة القليلة، ثم بعد ذلك أصبح خصيماً، إما أنه يخاصم الله فيما يقرره، أو أنه أصبح لديه قدرة يخاصم العباد. والثاني أظهر في هذا الموطن من سورة النحل. هذه الآيات التي في أوائل هذه السورة وقرأناها فيما مضى فيها فوائد وأحكام وحكم كثيرة، فمن ذلك تنزيه الله جل وعلا عن أن تظن به الظنون الفاسدة، أو تصرف العبادة لغيره جل وعلا. وفي هذه الآيات أن حياة الناس الحقيقية هي بالارتباط بالوحي وبما ينزله الله جل وعلا، بمثابة الروح للبدن، فبدن بلا روح لا حياة فيه، وهكذا حياة إنسانية بلا وحي من عند الله جل وعلا، بمثابة حياة لا روح فيها. وفي هذه الآيات أن الله يمتن على من يشاء من عباده بعلوم الوحي وعلوم الشرع،
فهذه منه من الله تعالى، لا يصح لأحد من العباد أن يعترض على الله بأنه قد جعلها لأحد من العباد سواه، وإنما أمر ذلك إلى الله تعالى، فهو الذي يصطفي من الملائكة ومن الناس رسلا، وهو الذي يجعل هذه الرسالة لبعض عباده دون بعض. وفي هذه الآيات أن مهمة الأنبياء والدعاة ومن يسير على طريقتهم الدعوة، وأن المقدم في ذلك هو دعوة التوحيد، فدعوة التوحيد بإفراد الله بالعبادة هي الدعوة المقدمة التي تقدم على ما سواها، ولا يمكن أن يصلح خلق ولا حكم ولا عبادة إلا إذا تقدم التوحيد عليها بأن يفرد الله سبحانه وتعالى بخلقه وبالعبادة له، بحيث لا تصرف العبادات لأحد سواها. وفي هذه الآيات وجوب تقوى الله جل وعلا، بحيث يكون في القلب مخافة من الله ورجاء له، ومن ثم يحذر الإنسان من العقوبات التي تنزل من الله تعالى متى ترك التوحيد. وفي هذه الآيات بشارة لأهل التوحيد أن الله يكون معهم، فإنه لما قال فاتقون معناه أن من تمسك بكلمة التوحيد في قوله أن أنذروا أنه لا إله إلا الله كان عنده من التقوى ما يحصنه من أن يكون ممن تستأصلهم العقوبات. وفي هذه الآيات عظم خلق الله جل وعلا، وأن الكون إنما خلق لحكم، وإنما خلق بالحق، ولم يخلق عبثا، ولن يكون أمره سدى. وفي هذه الآيات تذكير الإنسان بأصل خلقته من أجل ألا يتكبر ولا يتجبر، ومن أجل ألا يعتدي على حقوق الخلق، فيتذكر بتقلب أحواله قدرة الله جل وعلا عليه الذي قلبه هذه الأحوال، فقد كان نطفة يسيرة تمتهن ثم تحول من حال إلى حال حتى وصل إلى ما وصل إليه، يستطيع المغالبة والمخاصمة، وهذه منة من الله على العبد حيث أمكنه من ذلك. وفي هذه الآيات امتنان الله على العباد بخلق بهيمة الأنعام، مما يدل على أن الأصل جواز الانتفاع بها بأي نوع من أنواع الانتفاع. وفي هذه الآيات طهارة جلد بهيمة الأنعام، وذلك متى كانت قد ذبحت وذكيت، لأنه قال لكم فيها دفء، أي تستعملون جلودها في صنع الملابس التي تقيكم من البرد، وصنع المساكن التي تقيكم من البرد ببيوت الشعر ونحوها. فلما امتن الله بها دل ذلك على إباحتها، ودل ذلك على طهارتها. وفي هذه الآيات أن جواز أكل لحوم بهيمة الأنعام، وقد كان هناك بحث بين أهل العلم في الأصل في اللحوم،
هل هو الحل والجواز أو المنع والحظر؟ فرأى طائفة أن الأصل المنع، وقالوا بأنه يدل على ذلك أنه إذا تردد شيء بين الحل والحرمة واجتمع فيه الجانبان غلب جانب الحرمة، وهذا القول قول مرجوح. والصواب أن الأصل في اللحوم والحيوانات هو الحل والجواز، ويدل على ذلك أن الله تعالى قال: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به الآية، فدل هذا على أن المحرم هو المحصور المذكور، وأن ما عداه هو المباح الحلال. ويدل عليه قوله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، فالمحرم هو المبين المفصل، وما عداه يكون على الحل والجواز. وذلك أن الأشياء بالنسبة للتحليل والتحريم على أربعة أنواع: نوع ورد فيه دليل إباحة فقط فنقول بإباحته، ونوع ورد فيه دليل تحريم فنقول بتحريمه، ونوع ورد فيه الدليلان واجتمع فيه السببان سبب التحريم وسبب الإباحة فهذا نغلب فيه جانب التحريم. والرابع ما لم يرد فيه دليل إباحة ولا دليل تحريم، فهذا نعمل فيه بقواعد الأصل، ومن الأصل في اللحوم أن يقال الأصل فيها الحل والجواز. ويدل على ذلك ما ورد في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، إن الأعراب يأتوننا باللحمان لا ندري هل ذكروا اسم الله عليه أم لا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذكروا اسم الله أنتم وكلوا. فلو كان الأصل هو الحظر لمنعهم من الأكل، فدل هذا على أن الأصل في اللحوم هو الحل والجواز. ويدل عليها هذه الآية، فإنه لما قال: والأنعام خلقها، قال: ومنها تأكلون، مما يدل على أن الأصل فيها هو الحل والجواز. وفي هذه الآية جواز التجمل ببهيمة الأنعام، وفيها أيضا جواز الركوب عليها والتنقل، ويراد بذلك التنقل على الإبل والجمال، ولذا قال: وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. وفي هذه الآية جواز الأسفار، وأن الأصل في السفر هو الحل والجواز، لأن الله تعالى قد امتن على العباد بأن سخر لهم المركوبات التي تنقلهم في أسفارهم، فدل هذا على أن الأصل في السفر هو الحل والجواز. وهنا نعلم أن الأسفار ثلاثة أنواع سفر، أو أربعة أنواع: سفر لطاعة فلا إشكال في مشروعيته وجواز الإقدام عليه، بل يثاب العبد عليه كالسفر لأداء النسك. والنوع الثاني من أنواع الأسفار السفر المباح الذي يسافر فيه الإنسان من أجل أمر مباح، من أمثلة سفر النزهة، فهذا
الأصل فيه الحل والجواز، والثالث سفر يعصى الله فيه، فهذا السفر مباح ولكن المعصية محرمة. وهذه الأنواع الثلاثة يجوز الترخص فيها برخص الأسفار بالاتفاق. والنوع الرابع السفر من أجل المعصية، سافر ليعصي الله. الثالث سافر فعصى الله في سفره. والرابع إنما سافر من أجل أن يعصي الله. فجمهور أهل العلم قالوا بأن من كان كذلك لم يجز له أن يترخص برخص السفر، فهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد. وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنه يحق له أن يترخص برخص السفر لعموم أدلة رخصة السفر. وفي هذه الآية جواز عمل ما يشق على النفس ويتعبها مما لا يخرج عن طاقتها إذا لم يكن فيه معصية، لقوله لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. وفي هذه الآية تقسيم البلدان، وأن البلاد قد تتقسم. وفي هذه الآيات رأفة الله بالعباد ورحمته بهم، حيث يسر لهم ما يحتاجون إليه من طعام ومن مراكب، وخلق الكون لينتفعوا بما فيه من أنواع النعم. وفي هذه الآيات جواز ركوب الخيل والبغال والحمير بحيث يتنقل الإنسان عليها، ولا حرج فيها إذا لم يكن ذلك مشقا بها. وفي هذه الآيات أيضا جواز التزين بهذه البهائم. وقد استدل الحنفية بهذه الآية على تحريم أكل لحوم الخيل، ووجه الاستدلال من جهتين. الجهة الأولى قالوا بأنه قد عطف الخيل على البغال والحمير، والبغال والحمير لا يجوز أكلها، فتكون الخيل كذلك. وهذا الاستدلال يقال له دلالة الاقتران، بأن يقرن بين شيئين فأكثر في حكم، فنستدل بذلك على تساويهما في بقية الأحكام. ودلالة الاقتران دلالة ضعيفة، وبالتالي لا يصح التعويل عليها، ومن ثم لم يجز الاستدلال بذلك النوع من أنواع الدلالات. والوجه الثاني أنه قال لتركبوها وزينة، مما يعني انحصار الانتفاع بها في هذين الأمرين. وهذا الاستدلال أيضا فيه نظر، لأنه لما كان أفضل أنواع الاستمتاع بها ذلك اقتصر على ذكره، ولا يعني نفي ما سواه، فليس في الآية أداة من أدوات الحصر بحيث نحصر هذه الحيوانات في الركوب. ولذا قال جمهور أهل العلم بجواز أكل لحوم الخيل، فهذا هو مذهب مالك والشافعي وأحمد. واستدلوا على ذلك بما ورد في حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، قالت نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه،
فدل هذا على جواز أكل لحوم الخيل. قالوا ولم تذكر الخيل مع الأنعام لأن المنفعة العظمى في الخيل هي بركوبها وليس بأكلها، ولأن العادة الغالبة في الناس أن يكتفوا ببهيمة الأنعام في الأكل عن الخيل ونحوها. ثم قال تعالى وعلى الله قصد السبيل، السبيل الطريق الذي يسلك، يعني أن الله تعالى قد تكفل للعباد بأن يوجد لهم طرق الهداية التي إذا سلكوها سلكوا أقصر الطرق مما يوصل إلى الخير والنعيم ويوصل إلى جنان الخلد. فإنه لما ذكر الطرق الحسية في قوله وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس وقوله لتركبوها، ذكر بعد ذلك الطرق المعنوية التي يحصل بها الهداية، كأنه أشار بالطرق الحسية على الطرق المعنوية، وأشار بالهداية في الأسفار إلى الهداية في طرق الحق والوصول إلى جنان الخلد. فهذا معنى بديع قد اشتملت عليه هذه الآيات، حيث نبه على حاجة العباد للاهتداء في الطرق الحسية على حاجتهم الشديدة إلى الاهتداء في أمر العبودية. ولذا قال ومنها جائر، أي هناك طرق أخرى تميل بالإنسان عن طرق الحق والهدى وتكون سببا من أسباب ابتعاده عن الهدى. ولذا قال ولو شاء، أي لو قدر الله وأراد سبحانه لهداكم، أي لوفقكم إلى أن تسلكوا الصراط المستقيم أجمعين، ولكن لله جل وعلا حكم، فإنه قد أراد أن يتمايز الناس وأراد سبحانه وتعالى أن يزداد إحسان المحسنين بوجود المسيئين. كيف؟ عندما يكون من المحسنين نصيحة ودعوة وإرشاد للخلق تزداد درجاتهم وإحسانهم، وعندما يكون هناك شيء من الأذى لأهل الحق من غيرهم يزداد أجرهم وثوابهم بصبرهم واحتسابهم، وعندما يكون هناك مجاهدة في الحق يكون هناك رفعة لدرجة أهل الإيمان، بل عندما تحصل الشهادة يصل الإنسان إلى درجة ومرتبة عالية. فكم لله من حكمة في وجود من يخالف طريق الحق، بل إن في مخالفة طريق الحق إشهار لذلك الحق، فإنه عندما يوجد من يضاد الحق ويقف في وجهه تتحرك النفوس لمعرفة ما الذي عند أهل الحق ولما وقف أهل الباطل في وجهه، فيكون هذا من أسباب انتشار الحق. فكم لله من حكمة في كل ما يقدره في هذا الكون. وفي هذا دلالة على أن الحق في أحد الأقوال، وأن ما عداه فليس بشرع لله، فإنه قال قصد السبيل وقصد السبيل واحد،
بينما في الجائر قال: ومنها، يعني من هذه الطرق، ما هو جائر، أي يميل بصاحبه عن الحق. وفي هذه الآيات امتنان الله تعالى بإنزال الأمطار من السماء، مما يدل على طهارتها وجواز شربها والانتفاع بها. فمياه الأمطار طاهرة مباحة، ولذا امتن الله عز وجل بها فقال: لكم منه شراب، أي يجوز لكم أن تشربوا من مياه الأمطار. وفيه امتنان من الله للعباد بذلك. وفيه إشارة إلى أن مياه الأمطار حلوة يتمكن الإنسان من شربها، وليست من أمثال مياه البحار. وفيها أن الأصل فيما يخرج من الأشجار والزروع هو الحل والجواز. وقوله ومنه، يعني ينبت من مياه الأمطار شجر، نبه بالشجر على الزرع، فإنه إذا خرج منها الشجر الكبار فمن باب أولى أن يخرج منها الزرع الذي هو دون الأشجار. وفي هذه الآيات جواز الرعي، وأن الأصل فيه الحل لقوله: فيه تسيمون، أي ترعون أنعامكم. وفي هذا، ويستثنى من هذا ما كان في أملاك الغير. وقوله ينبت لكم به الزرع، أي أن الله يمتن على العباد بأن هذا المطر يكون سببا من أسباب نبات عدد من النباتات، منها الزروع من أمثال البر والشعير والذرة. فهذه نقول بأن الأصل فيها هو الحل والجواز، لأن الله قد امتن بها. وهكذا مما ينبت الله لنا من الأمطار بقية الأشجار كالزيتون والنخيل التي يخرج منها التمر والأعناب، ومن كل الثمرات، أي من باقي الثمار التي يكون لها أشجار. وقد ذكر الله جل وعلا هنا أشهر ما تعرفه العرب من أنواع الأشجار، مما يجنون منه الثمار ويستفيدون منه في مآكلهم وفي تجاراتهم. وفي هذه الآيات أن الأصل في النباتات هو الحل والجواز، ولذا امتن الله بما ينبت من كل الثمرات. وقوله إن في ذلك، أي في خروج هذه النباتات والأشجار من الأرض بعد نزول الأمطار، علامات ظاهرة ودلائل قوية لقوم يستمرون في التفكير والتأمل والتبصر في حقائق الأشياء. وقوله وسخر لكم الليل والنهار، أي هيأها مسخرة لكم من أجل أن تنتفعوا بها. فالليل ينتفع الناس فيه بالسكون والنوم لترتاح أبدانهم، وسخره لهم ليذكروا الله في ليلهم فيقوموا بمناجاة الله جل وعلا والتضرع بين يديه سبحانه وتعالى. وسخر الله تعالى لنا النهار
لتكون معايشنا فيه. ففي هذا دلالة على أن الأصل في المهن هو الحل والجواز، لأنه لما سخر النهار للناس لمعايشهم دل ذلك على أن الأصل في هذه المهن هو حل الدخول فيها وأخذ الأجرة عليها. وفي هذه الآيات أيضا جواز الانتفاع بالشمس بضوئها، وقد هيأ الله في وقتنا الحاضر أنواعا من الانتفاعات، بعضها عرفه من سبق وبعضها لم يعرف، فمن ذلك تغذية البدن، فإن عددا من حوائج البدن من أنواع المكونات البدنية لا يحركها إلا الشمس، ولذا فإن بعض الفيتامينات إنما يستفيد البدن منها متى عرض هذا البدن للشمس. ثم هذه الشمس يتمكن الناس من الاستدفاء بها، ويتمكن الناس من الاستفادة من ضوئها، وبحيث تنير لهم طريقهم. وهكذا في زمننا الحاضر تمكنوا من جعل أشعة الشمس طاقة يستفيدون منها في شيء من حوائجهم القائمة على الطاقة. وهكذا قدر الله جل وعلا القمر وسخره للناس لينتفعوا به، فمن أوجه الانتفاع بالقمر معرفة الأيام والشهور. والأصل فيما يتعلق بالأشهر أن يكون مبنياً على معرفة سير القمر، وبالتالي فإن هذا القمر له فوائد، منها معرفة الحساب والسنين، ومنها أن ينير الطريق للناس في ليلهم خصوصا في ليالي البدر، ومنها أن يعرفوا الطرقات والجهات، فإن الشمس والقمر يخرجان من جهة المشرق ويغربان في جهة المغرب، فبواسطتهما يعرف الناس الجهات فيستدلوا بذلك على طرقاتهم. وقوله والنجوم مسخرات، يعني أن النجوم قد جعلها الله جل وعلا مسخرة تسير بأمر الله لا تعصي لله أمرا. وقال هناك وسخر لكم، لأنها تتمحض التسخير فيها للعباد بحيث يفهمون ذلك. وقال في النجوم والنجوم مسخرات بأمره، أي بأمر الله الكوني. وفي هذا دلالة على جواز الانتفاع بالنجوم فيما يصلح أن يكون الانتفاع بها فيه، ومن ذلك الاستدلال بها على الطرقات والجهات، ومن ذلك أيضا الاستدلال بها على معرفة مواسم السنة شتاء وصيفا، وبالتالي يعرف الناس زمن النباتات والثمار ونحو ذلك. ولذا انحصرت الاستفادة من النجوم في ذلك. أما ما يفعله أهل الجاهلية من اعتقاد أن النجوم وسيرها يؤثران على الحوادث الأرضية فهذا اعتقاد فاسد، إذ لا يجوز لنا أن نثبت أن شيئا يؤثر في غيره إلا بدليل شرعي أو بدليل حسي.
أما ما لم يرد دليل على إثبات التأثير فيه فإنه لا يصح لنا أن نقول بأنه مؤثر في ذلك. وقال إن في ذلك، أي في تسخير هذه المكونات العظيمة، لآيات أي علامات لقوم يعقلون، أي يكون منهم تبصر في حقائق الأشياء وإدراك لعواقبها. فالذي يفكر في الأمور كيف تؤول فإنه يقال عنه بأنه قد عقل الأمر. وانظروا كيف جعل هذه الأشياء آيات لقوم، يعني لأناس خاصين وجد فيهم التفكر أو وجد فيهم العقل أو وجد فيهم التذكر. أما من لم يكن من شأنه أن يتصف بهذه الصفات الثلاث فإنه لن يستفيد من هذه الآيات. ولم يقل لآيات لمن له عقل، وإنما قال لقوم يعقلون، أي يستخدمون عقولهم. واستعمل الفعل المضارع للدلالة على الاستمرار في التعقل والتفكر، فمن كان يستمر فيهما فهو الذي سيستفيد من هذه الآيات. ثم امتن الله جل وعلا بما خلقه في الأرض وذرأه وأبقاه فيها، مما يدل على أن الأصل جواز الانتفاع بما في الأرض، سواء كان من صخورها أو من جبالها أو من سهولها أو من أوديتها أو غير ذلك. وقد استدل به بعض أهل العلم على مسألة إحياء الموات الواردة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضاً مواتاً فهي له. وقوله مختلفاً ألوانه، أي أن ما في هذه الأرض على ألوان متعددة، سواء كان من جنس الأرض كما في الجبال، فهذه جبال حمر وتلك جبال سود وهذه جبال بيض، أو من غيرها. فأنتم تشاهدون ما في الكون من أنواع المخلوقات التي لها ألوان متعددة متغيرة، فهذه الألوان تدل على قدرة رب العزة والجلال، وأنه سبحانه قادر على خلق هذه الأشياء وجعلها على ألوان مختلفة. وقد قال الله تعالى: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك. فهذه آيات عظيمة تدل على قدرة الله جل وعلا، ولذا عقب الله هذا بقوله: إنما يخشى الله من عباده العلماء، إن الله عزيز غفور. وقوله: وهو الذي سخر البحر، أي أن الله جل وعلا خلق هذه البحار العظيمة وهيأها وجعلها قابلة لأن تنفع الناس، مع أن البحار محل الغرق والهلاك، والبحار قد يكون منها هيجان وأوقات الرياح، ولكن الأصل أنها مذللة مسخرة للإنسان بفضل الله،
ولذا قال وهو الذي، وقدم ضمير الفصل وهو للدلالة على الحصر والاختصاص، فالله وحده هو الذي سخر هذا البحر، ولا يوجد أحد يمكن أن يقول بأن تسخير البحار من عنده. وهو الذي سخر البحر أي جعله قائما بمنافع الناس بدون اختيار منه، بل بأمر لازم من عند الله عز وجل. والبحر المياه التي الواسعة التي تكون على وجه الأرض، واسم البحر في لغة العرب يشمل البحار المالحة والبحار الحلوة التي يسميها الناس البحيرات، فكلها في لغة العرب تسمى بحرا، وكل منها قد سخره الله جل وعلا للناس. وتسخير البحر فيه عدد من المعاني، فأول ذلك لتأكلوا منه، فلتأكلوا منه لحما طريا، يعني ليكن من مآكلكم ما يستخرج من هذا البحر، ومن ما يخرج من البحر الأسماك والحوت وسائر الحيوانات التي في البحر مما فيه لحم. ولذا استدل بالآية على أن الأصل في ما يكون من البحر الحل والجواز، ولكن في هذا شرط، ألا وهو أن يكون مما لا يعيش إلا في الماء. وأما ما يعيش في الماء ويعيش في غيره فهذا لا يكون من الحيوانات التي يحكم بحل ميتتها. ومن أمثلة هذا الضفادع والتماسيح، فهذه وإن عاشت في الماء إلا أنها تعيش في البر ومن ثم لم تحل ميتتها. وقوله هنا لحما طريا أي طازجا ليس فيه فساد أو تأثير بالأمراض على الأبدان. وفي هذه الآيات جواز استخراج الحلية من البحار كاللؤلؤ والمرجان، وأنه لا حرج في ذلك، وفيه دلالة على جواز لبسها والانتفاع بها وأن الأصل طهارتها. وفيه أيضا جواز لبس الحلي، وقد جاء في الحديث النهي عن لبس الرجال بعض أنواع الحلي فيبقى ما عداه على الأصل. وفي هذه الآيات جواز صنع السفن والركوب عليها، فإن الله قد امتن على العباد بأن سخر لهم البحر من أجل أن تركبه السفن. ولا شك أن هذه آية عظيمة وبرهان كبير، فالبحر يغرق فيه من وقع عليه، ومع ذلك هذه السفن لا تغرق فيه. والسفن تعليم من الله للعباد، فأول من صنع السفن هو نوح عليه السلام، أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا، ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، لأنهم يقولون لا حاجة لهذه السفن، وتكفينا الأرض التي نحن فيها،
ولا حاجة بنا إلى مغادرة هذه الأرض، ولم يكن في خلدهم أن السفينة ستتمكن من الجريان على المياه، مياه البحار ونحوها، إذ لم يكن هذا معهودا عندهم. فعلم الله البشر صنع السفن بعد نوح عليه السلام. وهكذا كل ما يكون في الكون من الآيات والعلامات والمخترعات والمكتشفات إنما هو تعليم من الله للناس. عرفوا شيئا من خصائص الكون فاستفادوا منه في تطويعه لينتفع الناس به، ولذا قيل في قوله ويخلق ما لا تعلمون أنه يشمل المركوبات التي استجدت بعد ذلك كالطائرات والقطارات والسيارات وغيرها. فإن قال قائل لما لم تذكر في القرآن حتى تكون علامة واضحة، قيل لثلاثة أمور: أولها أن هذه الألفاظ لم تكن معهودة عندهم لتستعمل في هذه المركوبات الجديدة، وبالتالي فلو وردت عليهم لم يفهموها ولن ينزلوها على محلها الذي أريد منها. ثم ثانياً هذه الكلمات إنما أصطلح بها على هذه المخترعات، وبالتالي فمن الأولى أن نوجد وصفاً يعمها ليكون هذا من أسباب كون الألفاظ الجديدة مستغرقة لهذه المخترعات. يعني لو ورد اسم السيارة والطائرة لا قيل بأن الناس إنما أخذوا هذه الكلمات مطابقة ومصادفة ولم يأخذوها أو لم يدل القرآن عليها. والمعنى الثالث أن هناك مخترعات جديدة لم يصل إليها الناس بعد، فأراد لو خصها بما يحدث في زماننا لكان ذلك تركا لما سيحدث في الأزمان الآتية، فما أبلغ هذا اللفظ. وقوله وترى الفلك مواخر فيه أي أنها تخرق هذه البحار وتسير على سطح هذا البحر، مواخر فيه أي تزمجر فوق هذه البحار بحيث لا تغرق، تبقى وتتأخر على سطح البحر. ثم قال ولتبتغوا من فضله أي أن هذا البحر فيه أمور تتمكنون من أن تكسبوا منها خيرات دنيوية، ولذا أتى بهذا اللفظ العام ليشمل ما لا يتناهى من الصور. ولتبتغوا من فضله أي تطلبوا إحسان الله وفضله، فإن ما أعطاه للعباد فضل محض منه سبحانه وتعالى، فإن العباد مهما بلغ عملهم وعبادتهم فإنهم لن يصلوا إلى شكر نعم الله جل وعلا. ولذا قال ولعلكم تشكرون أي لعل تسخير هذه الكائنات والمخلوقات من أسباب شكركم لله جل وعلا، بحيث تعترف قلوبكم بأنها من عند الله
وتتحدث ألسنتكم بذلك وتقومون باستعمالها في مراض الله جل وعلا. ولذا قال ولعلكم تشكرون، والشكر هنا قد جاء بصيغة الفعل المضارع مما يدل على استمراره والحث على أن يكون العبد شاكراً في جميع الأحوال. وقد استدل بذلك على أن على الترغيب عند على الترغيب بالشكر عند حلول النعم، كما استدل طائفة بهذه الآية على أن شأن العقلاء أن يشكروا الله حتى في حال المصائب، فإن المصائب التي تقدر للعباد لها منافع ومصالح تعود إليهم، ومن ثم يحمد الله على كل ما قدره ويشكر جل وعلا على ذلك كله. بارك الله فيكم، وفقكم الله لكل خير، وجعلني الله وإياكم من الهداة المهتدين، كما نسأله سبحانه أن يعيننا على شكره وذكره. اللهم اجعلنا ممن استعمل نعمك في مراضيك، اللهم اجعلنا ممن اعترف بقلبه أن جميع النعم منك. اللهم يا حي يا قيوم نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واجعل أعمالنا على البر والتقوى. اللهم وفق ولاة أمرنا لكل خير، واجعلهم من أسباب الهدى والتقى والصلاح برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.